يقصد نبيل رفقة ابنه كورنيش وبوسلام الذي أصبح المقصد الوحيد للعائلة الصيفية، حيث يجد فيه متعة ومتنفسا خاصة مع موجة الحر هذه الأيام. الله يبارك، كاين أنواع كثيرة من الألعاب، كاين الأحصنة، كاين الترامبولين، كاين الجليلات، هذو ما شاء الله، يعني العائلات راهم مستراحين. كما خرجنا نصرحوا اليوم الحمد لله مليحة، فيها الكالب، فيها الناس متربيين. شباب المنطقة استثمر في كورنيش واد بوسلام من خلال توفير ألعاب وعروض ترفيهية للأطفال وخدمات متنوعة للزوار. دايرين ألعاب جوالة كما راك تشوف، الأولاد مام العائلات يقصدون يجيونا هنا كل عشوة بلاصة نقية. نتمناو إن شاء الله أن الدولة تزيد دعمنا، يعطيونا يريقلونا في لوتيليزاسيون، وين راهي هذه هي الحاجة اللي راهي تخصنا. أجواء رائعة لهنا الحمد لله، كل المرافق متواجدة لهنا، الأولاد صغار، الأمن كاين. مرافقة الشباب الطموح يبقى عاملا ضروريا للنهوض بالسياحة المحلية.